المؤتمر الدولي الرابع لأورام الجهاز الهضمي والكبد. الحقيقة هيبقى فيه كلام مهم جدا إن شاء الله سيتم إطلاقه أثناء هذا المؤتمر، مجهود علمي ضخم تم الإعداد ليه خلال الأشهر الماضية. كثير من المفاجآت إن شاء الله المفيدة للمجتمع الطبي وللمرضى المصريين إن شاء الله بإذن الله سيتم إطلاقها في المؤتمر. المؤتمر هذا العام سيناقش أشياء هامة للغاية في أورام الكبد وأورام القولون وأورام الأخرى في الجهاز الهضمي. إحنا حاسين أنه مهم جداً في هذا الفترة بالذات، لأن أورام الكبد هي أكثر أورام شيوعاً في مصر بالنسبة للرجال، وثاني أكثر الأورام شيوعاً بالنسبة للسيدات بعد أورام الثدي. أورام القولون وأورام الأخرى للجهاز الهضمي تمثل رقم 4 في الأورام أكثر شيوعاً في مصر. الحاجة المهمة للغاية أنه مع انتشار فيروس سي وانتشار العلاجات الجديدة لفيروس سي وظهورها، ربما نستطيع أن نغير التاريخ في والخريطة لوجود هذا الورم اللعين في مصر. ربما نتمنى أن يكون هناك خطة قومية لذلك ونستطيع السيطرة على هذه الأورام بحلول 2030 إن شاء الله. أورام القولون المنتشرة للكبد كانت نسبة الشفاء منها في الثمانينات والتسعينات تصل فقط لواحد في المية. مع العلاجات الجديدة وفريق العمل من أطباء جراحة الأورام وأطباء الأشعة التداخلية وأطباء الأورام والعلاجات الموجهة الحديثة التي يظهر حوالي 6 أنواع جديدة من العلاجات الموجهة في أورام القولون، وصلت نسب الشفاء إلى في أورام القولون الدرجة الرابعة وصلت نسب الشفاء إلى حوالي 70%. الكثير من المحاضرات العلمية، حوالي أكثر من 100 محاضرة علمية، 100 ورقة بحثية، سيتم لأول مرة عمل ما يسمى بالمحاكمة العلمية للتقنيات الحديثة في علاج أورام الجهاز الهضمي. هناك تقنيات حديثة في أورام الجهاز الهضمي، منها ما يسمى بالنانو نايف أو الإلكتروبوريشن لأورام البنكرياس، الهايبك، الهايفو وخلافه. هذه العلاجات سيتم محاكمتها علمياً عن طريق علماء مصريين وعلماء أجانب حتى يتم تمييز العلاجات الجيدة من العلاجات الغير جيدة وبالتالي تفيد المجتمع المصري. أيقونة هذا المؤتمر هو فريق العمل أو التخصصات المختلفة للمريض، معالجة المريض الواحد، وبالتالي جنب، وده أعتقد دي هي حل المشكلة لكل مرضى الأورام في كل التخصصات، أن يكون أساتذة الأورام بجوار أساتذة الجراحة، بجوار أساتذة الأشعة التداخلية، بجوار أساتذة الباثولوجي، جنبا إلى جنب حتى يتم علاج المريض بصورة جيدة وبصورة مؤثرة بإذن الله. الكثير من العلماء الأجانب سيكون موجودين إن شاء الله في المؤتمر، على رأسهم البروفيسور هانز شمول رئيس الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمي، البروفيسور جان شمتز أستاذ جراحة الأورام والبارع في جراحات أورام البنكرياس. سيكون هناك من العلماء المصريين القائمين على المؤتمر ما ترونهم الآن على المنصة، الأستاذ دكتور أسامة حتة أستاذ الأشعة التداخلية ورئيس المؤتمر، الأستاذ دكتور محمود المتيني المعروف مصريا وعالميا أستاذ جراحة وزراعة الكبد ورئيس المؤتمر، الأستاذ دكتور ياسر عبد القادر أستاذ الأورام المعروف ورئيس الجمعية العلمية للمؤتمر. وبالتالي هيكون هناك الكثيرين والكثيرين من أساتذة الأورام في مصر والعالم. يعني حابب أن أنا أعطي الكلمة الآن لزملائي وأساتذتي على المنصة، الأستاذ الدكتور أسامة حتة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكم في المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع لأمراض الكبد والجهاز الهضمي. زي ما دكتور هشام وضح، المفتاح في أو الفلسفة بتاعت المؤتمر ده إن إحنا بنجمع كل التخصصات اللي بتشتغل في علاج أورام الكبد والجهاز الهضمي. أورام الكبد والجهاز الهضمي مشكلة كبيرة جدا، وبتتداخل التخصصات في علاج المرضى دول من أشعة تداخلية، أورام، جراحة، بطنة وكبد. إحنا فلسفة هذا المؤتمر هي اجتماع كل الأطباء من هذه التخصصات في محفل واحد لتبادل الآراء وتوحيد خطط العلاج للمرضى، بحيث ان احنا نوصل في الاخر ان احنا نعمل للمريض خطة علاج كاملة وشاملة من الأشعة التداخلية، يعقبها الجراحة، ويعقبها تدخل الأورام وما إلى ذلك. دي فلسفة هذا المؤتمر. احنا في المؤتمر ده الحقيقة بيشرفنا عدد كبير جدا من الخبراء الدوليين والعالميين، وكذلك كعلمائنا في مصر من مختلف التخصصات، الأشعة التداخلية، الجراحة، الأورام. لو هتكلم عن التخصص بتاعي اللي هو الأشعة التداخلية، احنا في المؤتمر ده بنناقش ونلقي الضوء على الجديد في الأشعة التداخلية لعلاج أورام الكبد، ومن أهمها استخدام الجسيمات الدقيقة المشعة، واللي بنحقنها من خلال أسطرة لشريان الكبد، بنحقن حبيبات أو جسيمات دقيقة جدا مشعة، بنحقنها تستقر داخل الورم، بتعمل إشعاعات محدودة المدى، بتدمر الورم بالكامل. ودي الحقيقة بنستخدمها في أورام الكبد المستعصية أو المتشعبة اللي بتصل للوريد البابي، ومن الفترة الأخيرة يعني من 5 سنين فاتت ما كناش بنعمل للمرضى دول حاجة. مع ظهور هذه الجسيمات المشعة ابتدى يبقى في أمل في علاج هؤلاء المرضى، وهذا العلاج ممكن يحسن حالة المريض، يبقى قابل بعد كده لزراعة الكبد، وده بيؤدي إلى شفاء كامل. برضو من ضمن التقنيات الحديثة في مجال الأشعة التداخلية استخدام ما يسمى بالحبيبات الدوائية الدقيقة الذكية. احنا دي حبيبات دقيقة بتتشبع بالعلاج الكيماوي، برضو بنحقنها بالأسطرة داخل الورم، وبتطلع جرعات من العلاج الكيماوي على فترات طويلة، وبالتالي بتزداد فعالية الكيماوي في علاج الأورام دي، مع تقليل الآثار الجانبية للدواء على المريض ككل، فبيبقاش عنده الأعراض الجانبية المتعارف عليها للعلاج الكيماوي. فوق الصوتية في علاج الأورام، دي تقنيات حديثة ظاهرة في العالم كله. احنا في خبراء وعلماء دوليين هيتكلموا عن هذه التقنيات، وهنعمل زي ما قلنا زي خبراء دوليين زي مناقشة ذلك. برضو السنة دي في المؤتمر احنا عاملين ورشة عمل لتدريب الأطباء الشباب على كي أورام الكبد باستخدام التردد الحراري والمايكروويف. ده يوم الخميس أو اليوم المؤتمر، وتاني يوم المؤتمر بقى يشوفوا مباشرة وعمليا التدخلات بالأشعة التداخلية على الهواء، وبنناقش على الهواء هذه التقنيات. برضو من ضمن فعاليات المؤتمر بنعرض حالات تم علاجها، ونناقش دور الخبراء، رأي الخبراء الدوليين والمحليين والجهاز الهضمي في محفل واحد، نتشاور نتبادل الآراء عشان نصل بخطة علاج متكاملة وشاملة لعلاج هؤلاء المرضى. شكرا. شكراً. أو إقليميا الشرق الأوسط والبلاد العربية أو عالميا، ودي ميزة كبيرة اللي احنا بنشوف احنا ايه موقفنا في العلاج بالنسبة للخطوط الإرشادية العالمية لأورام الجهاز الهضمي والكبد. انما كمان الميزه الثانيه لما تتجمع جميع التخصصات مع بعض، بنتكلم في الوقايه، بنتكلم في الاكتشاف المبكر. الجوهر او السر في الاورام هو الاكتشاف المبكر، من غير اكتشاف مبكر ليس هناك شفاء.
فاحنا بنتكلم دايما ازاي نكتشف مبكرا سرطان الكبد، سرطان المعدة، سرطان البنكرياس. لو اكتشفوا مبكرا هناك نسبة كبيرة جدا ممكن الشفاء تماما من المرض. أظن الدكتور ياسر أشار إلى هذا، وأنا بؤكد عليه من منظور تاني هو منظور الجراحي، وبالتالي كلنا بنتوافق على هذه السياسة، وأظن دي سياسة الدولة حاليا، وزارة الصحة، وزارة الجامعات، الهيئات كلها بنتكلم في الوقاية والاكتشاف المبكر اللي يمكن يكون أكثر أهمية من العلاج، لأن العلاج متعارف عليه بيتغير كل شوية وكل شهر كل 16 كل سنة على حسب مجريات الأمور في العالم، ولكن إحنا بنقدر نواجبه بسرعة وندخله بسرعة في جميع التقنيات جراحيا حسب كما تحب الصحافة عادة. يعني إحنا حسب الإحصائية القومية لمصر إحنا عندنا حوالي 113 ألف حالة جديدة للأورام سنويا، يمثل نسبة أو أكثر الأورام شيوعا على الإطلاق في مصر هي أورام الكبد للأسف نتيجة وجود فيروس سي، وهو أكثر العوامل المؤثرة. تمثل الأورام الثدي رقم واحد في السيدات بنسبة 34%، تمثل أورام القولون والجهاز الهضمي تقريبا المرحلة أو الرقم خمسة في هذه الأورام. هذه النسب تختلف قليلا عن النسب الموجودة في بعض الجامعات. تمثل أورام القولون والجهاز، تمثل أورام الكبد رقم واحد في جامعة القاهرة، يليها أورام الثدي في السيدات. في جامعة عين شمس تمثل في وحدة أورام الجهاز الهضمي، تمثل أورام القولون رقم ثلاثة ما بين الرجال والسيدات بصورة متساوية. من الأشياء الملفتة للنظر للأسف هو وجود أورام قولون وأورام مستقيم في أعمار وسنين عمرية صغيرة للغاية على غير المتعارف عليه في دول العالم الغربي، تصل إلى سن 13 و15 سنة. هناك دراسة الآن في وحدة أورام الجهاز الهضمي بجامعة عين شمس عن معرفة الأسباب أو دراسة أسباب حدوث أورام في أورام القولون والمستقيم في الأعمار السنية الصغيرة، هل هي لها عوامل جينية أو عوامل بيئية. إن شاء الله سيتم إن شاء الله نشر هذه الدراسة خلال عام من الآن. يعني هذه الإحصائيات يعني المختصرة عن هذه الأورام. عندي سؤالين، أولاً هل تظن أن العلاج برضه اللي يحتاج زراعة كبد؟ في بعض الدراسات خرجت على السوبرتي وعلى العرقوني في حكاية السودان تقول ان مثلا المريض اللي كان عنده تليف في اربعة مع العلاج والشفاء من فيروس سي ممكن ينزل لف ثلاثة، ولف ثلاثة ممكن ينزل لف اثنين، يعني مش هينزل حاجات بس ينزل كده. فده يعني رأي حضرتك. السؤال الثاني الدكتور هشام، الدكتور ياسر كتب في الفيلم بتاعته ان في فحص جيني هيستخدم البصمة الجزيئية، وده طبعا هيعمل حاجه اسمها تطلع تجاه كل مريض للعلاج بتاعه حاجه ثوره. هل الفحص دوت دخل مصر؟ لو ما دخلش مصر هل هتبقى قيمه يعني مكلف ولا حاجه؟ شكرا. اشكرك على السؤال، وزي ما تفضلت ممكن الكبد المتليف ونتيجه فيروس سي وياخدوا علاج فيروس سي ويخف ان شاء الله من الفيروس، او يعني يختفي الفيروس من الدم، هيفضل الكبد متليف. قد يحصل بعض التحسن الطفيف على مستوى النسيج اللي هو زي ما انت قلت الاف 3 واف 4 او الاكثر شيوعا هو ثبات المستوى انه اللي وصل له هيثبت عليه، لكن مجرد وجود تليف في الكبد بالذات في المراحل المتقدمه شويه زي 3 و4 او اكثر من هذا ده يستلزم المتابعه مدى الحياه حتى في عدم وجود الفيروس والمريض خالي من الفيروس. ليه؟ لأن التليف وتغير النسيج اللي حصل في الكبد نتيجة التليف بمراحله المختلفة قد تؤدي إلى حدوث أورام في الكبد في أي مرحلة بالذات مع تقدم السن، لأن التليف نفسه هو من دواعي حدوث أورام الكبد، هو العامل الرئيسي أو السبب الرئيسي لحدوثه، غير أن الفيروس بيعمل تليف فالتليف يحصل يعمل ورم، وفي بعض الفيروسات زي البي مثلا قد يكون سبب في حدوث الورم بطريقه مباشره،
إنما طالما وصلنا لمرحلة التليف في أي درجة كانت يجب متابعة هؤلاء المرضى بطريقة منتظمة مدى الحياة حتى بعد التخلص من المرض. عشان نكون جاوبت رسالتك بطريقة واضحة، ممكن يحصل تحسن طفيف على مستوى النسيج ولكن ليس تحسن إنه يرجع طبيعي، مش هيحصل. بالنسبة لحضرتك سؤال بتاع تفاصيل العلاج لكل مريض، يعني ده سؤال هام للغاية، وده الثورة العلمية في علاج أورام عموما. ما كنت مع يعني دايما في مقولة سائدة وشهيرة في كل المحاضرات العلمية، No size fits all، يعني ما فيش مقاس واحد ينفع لكل الناس، وبالتالي البدلة بتاعت حضرتك ما ينفعش أنا ألبسها، ما ينفعش حد يلبسها. نفس الكلام في العلاج، كنا نحلم أن يكون لكل مريض العلاج المناسب لي، مش عشان الخصائص الصحية والسنية فقط، ولكن اكتشف العلماء أن لكل مريض ما يسمى بالبصمة الجينية المختلفة. هذا الكلام مش كلام حلم ولا دريم، ولكن كلام حقيقي. أنا بحب أرحب بس بأستاذ دكتور وحيد يسري، أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤتمر، كان الحقيقة عنده عملية ضخمة كالعادة، ويعني فليس تفصيل العلاج لكل مريض حلما، ولكن تفصيل العلاج لكل مريض ده بقى موجود. حضرتك سؤال مهم جدا، يعني ايه بقى موجود؟ يعني احنا مثلا في اورام الثدي اكتشفنا ان اورام الثدي دي 5 انواع مختلفه، منها نوع بياخد علاج هرموني فقط، ومنها نوع لازم ياخد علاج كيميائي فقط. فاورام القولون المنتشره اكتشف العلماء ان هناك نوعين مختلفين تماما، نوع منهم يحتاج الى علاج موجه، واحنا اتكلمنا عن العلاجات الموجهه وده حاجه مهمه للغايه، يحتاج الى علاج موجه نوع معين عن طريق عمل تحليل ما يسمى بالراس تيستينج. هذا الراس تيستينج يؤدي الى ان احنا ندي العلاج الموجه ده للعيان ده، لو ادينا هذا العلاج للعيان الاخر لا يستجيب على الاطلاق، كانك بتهدر الاف الجنيهات في ولا شيء، كانك بدا العلاج بياخد العلاج ثم يتخلص منه دون ان يؤثر على خليه واحده. ايضا في المرحله الثانيه من اورام القولون، في جزء كبير جدا من الناس لا يحتاج الى علاج كيماوي على الاطلاق بعمل تحليل ما يسمى بالام اس اي. لو لقينا الام اس اي ده ستيبل يبقى لازم ياخد علاج كيميائي، لو لقيناه غير كده العيان لا يحتاج علاج كيماوي على الاطلاق، يبقى انت وفرت عليه اثار جانبيه شديده. انا حابب بس ان انا يعني اقدم استاذ دكتور وحيد يسري، لان الحقيقة السنة دي هيبقى فيه حاجتين مهمين جدا 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 أستاذ دكتور وحيد يسري هيتكلم عليهم بالتفصيل، وهو العلاج التسخين الحراري مع العلاج الكيماوي الهايبك، وده دكتور وحيد من رواد هذا الموضوع أو الرائد على الإطلاق في مصر. الحاجة الثانية هيكون هناك ورشة عمل ضخمة، أحب دكتور وحيد يكلمنا عليها بالتفصيل. أستاذ دكتور وحيد. تشمل مجموعة كبيرة من الأورام أو مراحل نهائية من الأورام، بنقسمهم لمجموعتين. المجموعة الأولى أورام الغشاء البريتوني الحقيقي اللي هي بتنبع من الغشاء البريتوني نفسه، والمجموعة الثانية الأورام المنتشرة للغشاء البريتوني من أورام البطن، سواء المعدة، سرطان المعدة أو سرطان القولون أو سرطان المبيض أو أنواع أخرى كثيرة من السرطان.
المهم في الموضوع ده ان مجموعة الاورام دي على مدى السنوات السابقة كانت عبارة عن مراحل نهائية من المرض وليس لها علاج تقريبا، او نسب الشفاء من هذه الانواع من الاورام كانت ضئيلة جدا باستخدام الاساليب المعروفة من الجراحة او العلاج الكيميائي العام او العلاج الاشعاعي، وكان بنعتبرها مرحلة نهائية من المرض ولا علاج له. كنا بنقول للمريض يعني انت وضعك انتهى من ناحية العلاج وليس لك علاج آخر. في السنوات الأخيرة بدأنا نتجه لإجراء جراحات متقدمة جدا، ان احنا نستأصل جميع هذه الأورام من داخل البطن باستئصال غشاء البروتوني واي عضو مصاب آخر، ويتلو ذلك جلسة علاج كيميائي بالتسخين في نفس العملية تتراوح من 30 دقيقة ل 90 دقيقة. في الحقيقة النوع ده من العلاج عمل طفرة شديدة جدا في علاج هذه الأنواع من الأمراض في السنوات الأخيرة، وبدأنا نتكلم عن نسب شفاء بتصل ل 40% و50% في بعض الحالات. في بعض الأنواع اللي مكانش لها علاج تماما ودي أنواع خاصة وصلت نسبة الشفاء تقريبا ل 90%، وده بيعتبر يعني العلاج الحقيقي لهذه الأنواع من الأورام حاليا، ومنتشر في جميع مراكز الأورام على مستوى العالم حاليا، وأصبح هناك مراكز متخصصة في هذا النوع من العلاج وجراحين متخصصين في هذا النوع من العلاج، لأنه بيتطلب خبرة جراحية عالية جدا في جميع أنحاء البطن شاملة جميع التخصصات الجراحية في البطن تقريبا. ده دي ورشة العمل الأولى وحيشاركنا فيها واحد من رواد هذا النوع من العلاج اسمه فيك فيروال، وهو هولندي ومن أوائل الناس اللي اشتغلوا على هذا النوع من العلاج وخاصة أورام الجهاز الهضمي المنتشرة في الغشاء البريتوني. ورشة العمل الثانية هتبقى إن شاء الله يوم الجمعة الصبح، ودي عبارة عن ورشة عمل متقدمة في جراحات استخدام جراحات المناظير في علاج أورام القولون والمستقيم والشرج، ودي هتبقى موجود معنا خبراء من مصر الدكتور أحمد عبد العزيز والدكتور أحمد فرج، ويعني دي بتبقى دورة متقدمة بنوضح فيها دور جراحة المناظير في علاج أورام القولون والمستقيم، وده بقى جزء أساسي وفي مراكز كثيرة جدا في العالم حاليا بتستخدم هذا العلاج تقريبا في علاج معظم أورام القولون والمستقيم والشرج. يعني ده دول الجزئين المهمين اللي أنا يعني هبقى مسؤول عنهم بالنسبة للمؤتمر. بالنسبة لأورام الغشاء البريتوني احنا حاليا يعني انا شخصيا قمت بادخال هذا النوع من العلاج لمصر لاول مرة في سنة 2009 في المعهد القومي للأورام، وعندنا مركز اخر حاليا في احد المستشفيات الخاصة، وهم دول المركزين الوحيدين فقط اللي موجودين في جمهورية مصر العربية لعلاج هذا النوع من الأورام، لانه طبعا زي ما انا قلت يحتاج الى تدريب جراحي عالي جدا، تدريب فريق من التخدير على مستوى عالي جدا لتخدير المريض لعدة ساعات في ظروف جراحية معقدة جدا، واستخدام علاج كيميائي أيضا بعد الجراحة، وفريق عناية مركزة مدرب طبعا تدريب عالي أيضا على متابعة هذه الحالات بعد الجراحة. فيعني انتشار هذا النوع من العلاج يعني يعتبر بطيء لهذه الأسباب لتأهيل بعض المراكز لعلاج هذا النوع من الأورام. شكراً.